بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الفل. طبعا النهاردة قمنا على خبر زعلني بجد بجد، الله أعلم بقى زعل بقية الناس ولا لأ، اللي هو وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. طبعا الرئيس ده أنا كنت بحبه قوي قوي، والله يرحمه. وطبعا ايه، لازم نذكر محاسن موتانا. وكلنا بنخطأ ومفيش حد ما بيغلطش، ولو هو غلط في فترة الرئاسة بتاعته اللي هي 30 سنة اللي مسكنا فيهم، فاحنا لازم نسامحه. طبعا ربنا بيسامح. فانا بزعل قوي قوي لما بسمع حد اتوفى ولسه متوفي جديد وحد يدعي عليه. فبالله عليكم اللي يسمع الفيديو ده الله يرحمه ونترحم عليه طبعا، ونفتكر له الحلو مش الوحش. طبعا هو شارك في حرب اكتوبر وكان ليه بصمة حلوة قوي في حرب اكتوبر، وكان ليه حاجات مشرفة جدا جدا. وفي اللهم صل على النبي، وفي معاهدة السلام بيننا وبين اسرائيل برضو كان ليه دور مشرف. فأتمنى نترحم عليه ونذكر كل حاجة حلوة عملها. كفاية ان هو حافظ علينا 30 سنة، هو حكمنا 30 سنة وهو كان الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وهو ابن بلد، وهو كان من يعني مواليد كفر المسلحي في محافظة المنوفية، يعني ما اتولدش في بقه معلقة ذهب، يعني هو فلاحين، يعني هو من الفلاحين وكافح ودرس في الكلية الحربية، وخد بكالوريوس في العلوم في الكلية الحربية العسكرية، ودرس في الكلية الجوية، ويعني وكافح لغاية ما بقى رئيس جمهورية. مورثهاش أبا عن جدا، لا هو كافح لغاية ما بقى رئيس للجمهورية. ونفتكر له الدور اللي عمله في حرب أكتوبر، كان دور مشرف جدا جدا. وانا واحدة من الناس، الله اعلم بقى بقية الناس زعلانة. انا زعلت عليه جدا لما سمعت الخبر ده. فياريت نترحم عليه ونذكر له الحاجة الكويسة، نفتكر له حاجة يعني دي خليته كبر قدام عينيا، ان هو في الثورة، ثورة 25 يناير، ما تمسكش بكرسي الرئاسة وساب الشعب ياكل في بعض. اول ما حس ان في مشاجرات بين الشعب اتنحى، ليه ده خايف على البلد. فبالله عليكم انا الفيديو ده مش هطول فيه، لاني انا طبعا مش عارفة اتكلم، حزينة عليه جدا. يا ريت نترحم عليه، يا ريت نفتكر له كل حاجة كويسة عملها. وطبعا في ناس بتقعد تدعي والكلام دوت، لا بالله عليكم يعني عشان لما ربنا يفتكرنا نلاقي اللي يترحم علينا. فالله يرحمه ويسامحه ويغفر له وافتكروا له كل حاجة كويسة عملها. طبعا انا مش هطول على معاكم في الفيديو ده، انا بحب اقعد احكي معاكم، بس انا طلعت اقول الكلمتين دول عشان بجد بجد انا زعلت عليه قوي قوي قوي. فالله يرحمه ويسامحه ويغفر له ويرحمنا جميعا. وأنا مش هطول في الفيديو ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف مليون سلام.